بعد اكتشفت انه جوزي عم يخوني. ريحته وجهته. اتخنقنا وتهجم علي وحاول انه يقتلني. للدفاع عن حالي دفشته. وقع. ضرب راسه ضربة قوية. ومات. خفت. خفت كثير. خفت خبر الشرطة لأنه افتكرت ما رح يصدقوني. بدل ما بلغ عن الجريمة بلغت إنه جوزي مفقود. هذا كان أسوأ قرار باخده بحياتي. من بعدها كرست حياتي لشغلي ولانتقامي من ليلى. لأنه اعتبرتها هي المسؤولة عن كل شيء صار بحياتي. بعدين قعدت وسألت حالي سؤال قال لي إياه صديق قديم. ابن كمان ما قدرت حافظ عليه. قال لي اسألي حالك كل اللي عم تعمليه بيستاهل وليش؟ فكرت واكتشفت اني عم بهرب من حالي بانتقام له مالي. انتوا عم تشوفوا هذا الفيديو. انا رح اكون بطريقي لمركز تاهيل نفسي بسويسرا. بتمنى الحياه تعطيني فرصه تانيه لاتعالج وارجع صلح علاقتي فيكم. هذا الفيديو صار بين ايديكم. فيكم تعملوا اللي بدكم اياه. فيكم تنشروه. فيكم تسلموا للشرطه. هيدا القرار بيرجع لكم. ميرا ميرسي لأنك بقيتي حدي كل هالسنين وما تركتيني. وبعتذر لأنه رح أترك لك لمودة أمانة. أنا عملت كل الإجراءات وعندك الصلاحية التامة. قبل ما ودعكم بدي أقول جملة قالت لي إياها سوريا مش عم بقدر أنساها. بس تسامحي حالك الكل بيسامحك. بتمنى هالحكي يكون مظبوط. بعتذر لأني مرقت بحياتكم بهالشكل. (تصفيق)